انا اسمي عبد الرحمن حاتم. جيت ليه النهارده عبد الله؟ جيت النهارده عشان اساعد المصريين وابسطهم، يعني عشان هم دايما زعلانين ان هم لوحدهم، عايزين نيجي نفرحهم، يعني نبقى معاهم على طول ان شاء الله، ونجي لهم على طول بحملاتنا مع الراجل 99 وكلام معلمين. وبرضه بقول لي كلام معلمين، يعني البرنامج ده جميل جدا، والراديو 99 بنعشقه بقى، بقى مصري بقى وبيحبوه كله. يونس كان نازل حلقه حوالي 4 ايام، كان نازل بوست كده في محطه اسمها طبعا محطه السعاده نعملها، وقال لك على البوست اكتب اسمك وسنك وانت بتدرس في ايه، وانا كتبته كده واختارني. انا جيت هنا النهارده عشان نبسط المسلمين ونقعد كلام بيهم ونديهم امل في بكره وكده، نخليهم مبسوطين. وده طبعا بفضل راديو 99 هوا مصر. انا كنت يوم استاذ البوست على محطه السعاده، والناس اصلا اتكلمت عن الحملات اللي بيعملها يونس انها جميله وحلوه، يعني بتساعد الناس. انا هتبع على طول، اتمنيت صراحه كنت متوقعه، وفجاه جه اسمي في منتصف الاخضر على طريق هاشتاج في